اليوم بغيت نوجد معكم واحد الوصفة جديدة، ماشي كلشي كتنجح معاه، وطريقة ديال الخليع فاسية حرة، طريقة ديال فاسة. غادي نوجد معكم هاد الخليع اليوم، وراه كينجح، كيجي ناجح، وما غاديش نطيبو اليوم بالشحمة، لأنه كاينة طريقة الشحمة وكاينة الطريقة ديال الزيت البلدية. غادي يطيب غير بالزيت البلدية. ومرحبا بكم معايا. عندنا القديد مشرمل بالقزبر يابس والثومة والزيت البلدية والملحة، وكيبس مزيان، وكنقطعوه. هذا كاس ديال زيت العود، هذا كاس ديال زيت المائدة، عندنا الكمون، عندنا الثومة، عندنا قزبر يابس. كنديرو القديد كنديرو كاس ديال زيت العود، كنزيدو زيت ديال زيت المائدة، كاس زيت المائدة، كنديرو معلقة كبيرة وربع ديال القزبر يابس، كنديرو راس معلق ديال الكمون، كنديرو معلقة كبيرة ديال الثومة كتكون معبورة، واللي دار المقادير مدوبلة كيدوبل المقادير. ومن بعد كنزيدو كاس ديما، وكنسدو كوكوط وكنديروها في البوطة. القديد إلا كنتي ناشراه ومغطيه بلا ما تغسليه، وإلا ما كنتوش مغطيينه في النشير كيخاصو يتغسل. انا كنت مغطياه في النشير، داكشي علاش كتحسبوا عليه 30 دقيقه وكتطفيو. ها هو تيكون واجد، شوفوا كي كيجي من بعد ما كتلقاو لونو تغير رجع قهوي، راه طاب اللون ديالو كيرجع قهوي. ومن بعد فاش كيطيب في دوك المقادير اللي درنا وكنطفيو عليه، عاد كنزيدو القياس ديال الزيت البلديه اللي بغينا حنا يبقى فيه القديد. انا كنغطي القديد بالزيت البلديه، حيت الزيت البلديه كيعارفين ما كيمكنلهاش طيب، الا طابت كتجي خايبه. وهذا هو الشكل النهائي، قسمته على جوج بواطات، بواطه غادي نخبعها وبواطه غادي نبقاو نفتحوها ناكلو منها، لان اللي غتاكلو منها بوحدها واللي غتخبى بوحدها، باش ما يبقاش كل مره تحلوه ويضرب فيه البرد.